الاستاذ الدكتور محمد ربيع جوهري استاذ العقيده بكليه اصول الدين وعمدها السابق جامعه الازهر، بارك الله فيه وفي علومه وتقبل منه ونفعنا به وفي علومه في الدارين امين. يقول في صفحه 79: المعيه، تكرر لفظ المعيه ولا الاستواء؟ الاستواء. يبقى صفحه 78 الاستواء. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال الامام البخاري في صحيح، قال مجاهد: استوى على العرش. والعلو هنا علو مرتبه وليس علو مكانه، علو مرتبه وعلو مكانه لا علو مكان. ومن المعاني التي ذكرها الامام الطبري للاستواء، قال: الاستواء هو العلو والعلو هو الارتفاع، وممن قال ذلك الربيع بن انس. ما حدش قال الاستواء هو الجلوس الا ابن تيميه ومن وافقه من الوهابيه، قالوا الاستواء هو الجلوس بس. كل العلماء اللي قبل ما ابن تيميه اتولد ب 400 سنه قالوا الاستواء هو العلو والتعالي والقائم. جالك ابن تيميه قال لك لا، الاستواء هو الجلوس. تصور ويدرسوا كده للطلبه بتوعهم للاسف، ويدعوا ان هم من السلف، سلفي، اذا كان السلف هو ما قالش جلوس. كلمة جلوس دي ما خرجتش من لسان انسان في السلف. دي خرجت من ابن تيمية في القرن الثامن الهجري. يعني بعد 800 سنة. وبعدين يدعي ان كلامه ده هو كلام السلف. ده افتراء على اهل السلف. لان لم يحدث. ومن المعاني التي ذكرها الإمام الطبري للاستواء، قال: الاستواء هو العلو والعلو هو الارتفاع، وممن قال ذلك الربيع بن انس. وقال الامام القشيري، سئل ذو النون المصري، ذو النون المصري توفى سنه كام؟ 245 هجريه، يعني في السلف الصالح، عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: اثبت ذاته ونفى مكانه، فهو موجود بذاته والاشياء موجوده بحكمه كما شاء سبحانه. كلام صوفي عليين، كلام عالي حلو. عشان كده ابن عطاء اللي يقول ايه: سبحان الذي استوى برحمانيته على عرشه، فصار العرش غيبا في رحمانيته كما صارت العوالم غيبا في ايه؟ في رحمته، في رحمانيته. يعني المساله كلها الاستواء دي اولا ما تتفهمش كمفرد، لفظ مفرد، بل تتفهم كلفظ مركب. الرحمن على العرش استوى، تتفهم كده: الرحمن على العرش استوى، يعني قهر الخلائق جميعا. وزي ما قلت لك الشيخ محمد الحافظ التجاني مره سالته عن معنى الاستواء، كنت ساعتها الكلام ده كان سنه كام؟ سنه 77، 1977، كنت ساعتها في رابعه طب، لسه متخرجناش. فمره سالته عشان كنت طول النهار في الكليه، العيال الوهابيه الصبح الطلبه قاعدين يتكلموا الاستواء وجلسوا وبتاع، وجايبين كتب ابن تيميه موزعين عليهم بتاع جامعات انصار السنه علشان ينشروا الفكر الوهابي اللخبطه ده. وبعدين طول النهار يتكلموا في القصر العيني وسايبين الطب. لما طلعوا دكاتره خيبانين، ما انا عارفهم بعد ما اتخرجوا، ولا واحد فيهم طبيب صالح. ضيعوا عمرهم، لا بقوا اطباء شاطرين ولا بقوا مسلمين صالحين. لان كل اللي بيمشي ورا هذا الفكر بيخيب في دنيا واخرى. ده شيء معروف. فالمهم كانوا محيرنا، وعمرنا احنا طول عمرنا بنعبد ربنا وبنحب النبي، عمرنا ما سالنا يعني ايه استوى؟ ما كانش في بالنا، طول عمرنا بنقرا القران. هم بقى يشيروا هذه النقاط الغريبه. فرحت مره سالت الشيخ محمد الحافظ التجاني، كنا بنقرا عليه الموطأ كل يوم جمعه بعد العشاء بساعة. فالمهم ونعملها سهره، نقعد عنده الساعه 12 بالليل. فالمهم فمره سالته يعني ايه الرحمن على العرش استوى؟ فقال لي سورة يونس اقرا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. قال لي استوى العرش يعني يدبر الأمر. بس شفت الكلام اللطيف؟ أدي العلماء صح. بإجابة من القرآن، إجابة تريحك، تريح قلبك، من القرآن. أما حد يقول لك يعني استوى العرش يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تقيمون. فحاجة سهلة، لكن هو لا، يقول لك ده جالس كجلوسي هذا على الكرسي دون أن يخلق. والتاني الدارمي في كتابه المجسم يقول إنه لما يجلس على العرش يئط كأطيط الكرسي، يعني ليه ثقل كمان. إيه الهبل ده؟ إيه الهبل ده؟
هما بيعبدوا إله مجسم ليه جسم وثقل وكتلة ويتوزن حاجة غريبة الشكل. للأسف مكتوب كده في كتابهم. وللأسف إن كثير من الناس المشاهير اللي أنت بتشوفهم كده قاعدين يتنططوا في الفضائيات ولابسين الجلاليب البيضاء والطرح السعودي الغطرة معتقدين بهذا الفكر الفاسد وبينشروه وبيعتبروا كده إن كده داعية إسلامي. هو بيدعو إلى الإلحاد دون أن يشعر. لأن تكسيم الله ده عين الكفر. ما يلزم منه تكسيم الله ده عين الكفر. فيلزم من مذهبهم الكفر. إحنا ما نقولش عليهم كفار، ما نكفرهمش، نقول عليهم جهلة. لكن يلزم من كلامهم الكفر. ونحن لا نحكم باللوازم. ولكن نحذر من اللوازم. ما يلزم من كلامهم، بمعنى اللازم. وسئل الشبلي، الشبلي ده مات سنة كام؟ 334 هجري، عن قوله الرحمن على العرش استوى، قال الرحمن لم يزل والعرش بالرحمن استوى. وقال جعفر الصادق من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، إذ لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا. ودي من الرسالة القشيرية الجزء الأول صفحة 40. المعايير، تكرر لفظ مع متصلا بالله تعالى في عدة آيات قرآنية ربما أوهمت أن ذاته تعالى متصلة بذات المخلوقات، بذات مخلوقات مذكورة في كل آية. نعرضها فيما يلي لنرى تأويل السلف لها. قال الإمام القشيري رحمه الله سأل ابن شاهين الجنيد، الجنيد ده مات متوفي سنة 298 هجري، عن معنى مع، فقال مع على معنيين، مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة، قال الله تعالى إنني معكم أسمع وأرى، ومع العامة بالعلم والإحاطة، قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم. وقد وقف الإمام الطبري مع أغلب الآيات القرآنية هذه يؤولها كما يلي. قوله تعالى إن الله مع الصابرين، قال رحمه الله وأما قوله إن الله مع الصابرين فإن تأويله فإن الله ناصره وظهيره وراض بفعله، كقول القائل افعل يا فلان كذا وأنا معك، يعني إني ناصرك على فعلك ذلك ومعينك عليه. قوله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين، قال رحمه الله يعني جل ثناؤه واعلموا أن الله يحب المتقين الذين يتقونه بأداء مرائده وتجنب محارمه. قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، قال رحمه الله وإن الله لمع من أحسن من خلقه فجاهد به أهل الشرك مصدقا رسول الله فيما جاء به من عند الله بالعون له والنصر على من جامد من أعدائه. قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قال رحمه الله وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم وهو على عرشه فوق سماواته السبع. ويروي الطبري في تفسير عن الضحاك في تفسير ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، قال هو فوق العرش وعلمه معهم. هكذا أول السلف المعية. ونفاجئ القارئ بمؤول آخر لكنه ليس من السلف، إنه الذي حارب التأويل وأنكر المجاز في اللغة والقرآن الكريم وشنعه هو أتباع على المؤولين ورموهم بما لا يجوز. ذلك المؤول هو الإمام ابن تيمية رحمه الله. أمامي الآن المجلد الخامس من مجموع فتاوي، وفيه فصل في الجمع بين علو الرب عز وجل وبين قربه من داعيه وعابديه جاء فيه، والمعية معيتان عامة وخاصة، فالأولى كقولي وهو معكم أينما كنتم، والثانية كقولي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال وقد افترق الناس في هذا المقام أربع فرق، فذكر الثلاثة الأولى ثم قال وأما القسم الرابع فهو سلف الأمة وأئمتها أئمة العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة، فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير تحريف للكلم، أثبتوا أن الله فوق سماواته وأنه على عرشه بائن من خلقه وهم منه بائنون، وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه ومع أنبياء وأولياء بالبصر والتأييد والكفاية، وهو أيضا قريب مجيب في آية النجوى دلالة على أنه عالم به. وكان النبي يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهو سبحانه مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه، ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواته. هكذا نرى ابن تيمية
يصرف لفظ ما عن معناه الظاهر المتبادر الذي يعني اختلاط الذوات واجتماعها في مكان يذكر معنيين آخرين للمعيشة بعد أن قسمها إلى عامة وخاصة للمعية. هو غلطان خليها للمعية شيل الشين دي بس. يذكر معنيين آخرين للمعية بعد أن قسمها إلى عامة وخاصة يتناسبان مع تنزيه الله تعالى عن الجسمية وتوابعها. لا يكتفي بتأويله هو بل أكده بالنسبة لسلف الأمة وأئمة أئمة العلم والدين من شيوخ العلم والعباد. وليس هذا هو الموضع الوحيد الذي أول فيه ابن تيمية بل له مواضع كثيرة اضطر فيها إلى استعمال ما حرمه على غيره وشن من أجل هذه الحرب التي ما زالت مستمرة على أيدي أتباعه. بل ويعترف أن هذا التأويل هو مذهب السلف بل وينقل بنفسه أقوالهم. يقرأ ما كتبه في موضع آخر ثبت عن السلف أنهم قالوا هو معهم بعلمه. وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله. وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل ابن حيان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيره. ثم راح ابن تيمية ينقل نصوص هؤلاء العلماء الخمسة التي تؤيد تأويل المعية. وأما تقسيم المعية إلى معية عامة ومعية خاصة وقوله فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص، فإنه قد علم أن قوله لا تحزن إن الله معنا أراد به تخصيصه وأبا بكر دون عدوهم من الكفار. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. فامتنع أن يكون قوله وهو معكم يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق. وأيضا فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم بهم. ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه، فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان ويخص بعضهم ويخص بعضهم بالإعانة والنصرة والتأييد. أقول إن تقسيمه للمعية هكذا ليس من بنات أفكاره، فقد صدرنا ما كتبنا في هذا الموضوع بنص الإمام الجنيد رحمه الله وهو قبله بقرون وفيه هذا التقسيم. يعني هو يناقض نفسه، ابن تيمية يناقض نفسه ويقول لك ما فيش تأويل ويأول، يوم يمشي أتباعه على إن ما فيش تأويل ويغرقه ويتملي كده. اللي يمشي وراء العالم في زلته يغرق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقي زلة العالم. والله تعالى أعلى وأعلم.